مشاهدينا اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بنات البلد. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن ملف الاهمال الطبي. الحقيقه احنا اتكلمنا عنه قبل كده كذا مره، مش احنا بس، برامج تانية كتيره وصحف كتيره اتكلمت عن ملف الاهمال الطبي في مصر، سواء كانت من المستشفيات الحكوميه او من المستشفيات الخاصه، بس اكيد طبعا المستشفيات الحكوميه اكتر بكتير للاسف الشديد جدا. يعني انا مش فاهمه الناس الفقراء اللي معهاش يعني ما يتعالجوش، يخافوا يروحوا مستشفى يعتبوها لان هي هتبقى القبر بتاعهم. يعني واحد يخش يعمل عمليه بسيطه او ما حتى موضوع مش مستاهل عمليه يخرج ميت ليه؟ الحالات اللي موجوده معايا النهارده حالات بسيطه جدا، طفل داخل يعمل عمليه اللوز وطفل تاني داخل يعمل عمليه الزايده، يخرجوا ليه على نقاله؟ يعني يخرجوا ليه متوفيين؟ يعني ليه؟ دي حاجه بسيطه جدا، امال لو حاجه كبيره هنعمل ايه؟ كميه المحاضر اللي بتتعمل وكمية الأواضي اللي بتتعمل بخصوص الإهمال الطبي في مصر كتير جدا، وللأسف الشديد ما بيحصلش فيها رد، ما بيحصلش فيها حكم. الواحد نفسه يشوف أو يقرأ عن طبيب اتوقف أو اتحكم عليه، مفيش. الناس بتروح ترفع قضايا وتطلع في البرامج وبيتكتب عنهم في الجرايد ومفيش، وما سمعناش بقى خبر تاني عنوان تاني ان الدكتور الفلاني الفلاني اللي كان السبب في موت الطفل ده او كان السبب في موت السيدة دي حصل له اي حاجة، اتوقف، اتحكم عليه، مات، ربنا ياخده، ما بنسمعش اي حاجة خالص. فالطب في مصر هو اتحول لايه؟ لسمسرة. الناس ما بقاش عندها ضمير. ليه طفل يخش مستشفى يعمل عملية بسيطة يخرج أهله يروحوا يدفنوه؟ ليه؟ طب لما أنا ابني يعني يا دلوقتي وأنا على قد حالي معيش فلوس أخاف أوديه مستشفى ما أوديهوش؟ عشان الدكاترة اللي هناك مش هترحمني؟ عشان ما عندهمش ضمير؟ بقت منظومة كاملة من الفساد. أنتوا عايزين حال البلد يتحسن ليه؟ ما تتحسنوا أنتوا الأول. يعني لو كل واحد راعى ضميره في شغله الدنيا كلها هتتحسن. انا برحب بضيوفي اللي منوريني في الاستوديو وبقول لهم طبعا البقاء لله. الواحد مش عارف يقول لكم ايه. الاستاذ محمود علي والد محمد بقى. محمد عنده 17 سنه، متوفي من 45 يوم. مظبوط يا استاذ محمد؟ ايوه. الاستاذ محمود كلمني، هو متوفي بقاله قد ايه دلوقتي؟ بقاله حوالي 48 يوم دلوقتي. طيب هرجع لك تاني، بس ارحب كمان بضيوفي الاستاذ ايمن محمد. اهلا بيك. اهلا بيك. وكمان مدام حنان رمضان. اهلا بحضرتك. حضرتك والدة عبد الرحمن وحضرتك والد عبد الرحمن. أيوة. البقاء لله برضو. ربنا يعوضكم ويصبركم. طبعا ابتلاء رهيب جدا وحاجه مفيش حد يقدر يتحملها، وخاصه ان المرض ما هوش رهيب. يعني ما عندوش سرطان، ما عندوش يعني ما عندوش مرض رهيب، ده داخل بحاجه بسيطه، ما عندوش اي حاجه والله. يعني ما عندوش اي حاجه خالص. طيب هبتدي الاول مع الاستاذ محمود. استاذ محمود حضرتك والد محمد. أيوة. محمد كان عنده الزايده. كان عنده التهاب في الزايده. التهاب في الزايده. هو اشتكى من منطقه البطن ديا، فاخدته كشفت عليه بره عندنا عند دكتور بطنه، قال لي اعمل لي اشعاعات وتحاليل. عمل اشعاعات وتحاليل، قال لي في التهابات بسيطه في حوالين الزايده، فاروح لدكتور جراح يشوف هيعمل يتعامل معاها ازاي. رحت لدكتور عندنا اسمه دكتور ممدوح الجزار، مدير المستشفى العام عندنا، فقال لي دون عايز مستشفى يعني مش مستاهل ان هو يتفتح او يشيل الزايده ده، حاجه بسيطه، التهاب. التهاب في الزايده. خده قدامك المستشفى الحكومي وقدامك المستشفى الخاص، اي مستشفى يتحجز فيها لما التهاب يمشي يعالجوه، ما كده يبقى الجراحه تتدخل يبقى عارفين ايه الزايده هيشولها وخلاص، ما فيش حاجه غير كده. عمليه بسيطه وبتحصل كل يوم. فاخدته برضه ورحت اكد تاني عند دكتور جراح عندنا اسمه الدكتور محمد حسين. يعني انت رحت عند كذا دكتور؟ قبل ما اروح المستشفى اللي انا وديته فيها عند دكتور اسمه محمد حسين، عنده مستشفى جراحه خاصه، كشف عليه وعمل له تحليلات وبتاع، قال لي ده التهابات حوالين الزايده بس عايز مستشفى يتحجز فيها يتعالج شويه يا ابني، ما مش محتاج جراحه يعني. قلت له خلاص ماشي. فاخدته ورحت برضه مستشفى كتشنر دي اللي في العام اللي هي في شبرا ديا، نفس مدير المستشفى اكد لي ان هو عايز دكتور باطنه يتابع الحاله لان عنده التهابات حوالين الزايده مش زايد عايز الشال ولا حاجه. بعدها بيومين خدته ورحت المستشفى اللي هو توفى فيها ديا، دخلت بيه قالوا عايزين اشاعات وتحليلات ابنك ماله، قلت لهم بيشتكي من المنطقه ديا. هو كان عنده 17 سنه. كان عنده 17 الا شهرين او الا شهر وشويه كده ساعه ما توفى. ساعه ما دخل المستشفى. فقالوا لا اعمل لنا اشعاعات وتحاليل تانية عندنا هنا. فعملت الاشعاعات والتحاليل عندهم، دكتور
قال لي روح بقى عشان انت للمدير، خش عشان يعمل لك تخفيضات في الاشعه والتحليلات. المدير مشكور، عمل لي التحليل على على حساب المستشفى عشان هو 38 جنيه، وعمل لي الاشعه، عمل لي خصم 50%، دفعت 56 جنيه. وبعدين قالوا لي ايه العمليه بقى، روح اتفق معاه عشان العمليه. فدخلت اتفق معاه عشان العمليه، وكان معايا راجل اللي انا سالف منه الفلوس اللي انا واخدها عشان ادخل ابني المستشفى. وبصيت لقيت الدكتور معرفش اسمه، كنتش عارف اسمه ساعتها، اللي هو عامل العمليه. أيوه. قاعد على كنبه زي دي كده، وقاعد بياكل بيتي او بيشرب حاجه، بيشرب نسكافيه، بياكل حاجه في ايده بس، قاعد ومدد رجله كده، وانا واقف عند المدير انا والراجل اللي معايا. فبقول له العمليه سيب لنا حاجه، يعني انت سبت لنا في التحليل وبتاع خفضنا. قال لا، هو 3000 جنيه احنا هنعمل لابنك عمليه استكشاف وعمليه زايده. يعني ايه؟ انا مش فاهمه بقى يعني ايه استكشاف. يعني اكيد انت استفسرت، ده ابنك برضو، يعني ايه استكشاف؟ هو واحد عنده الزايده والتهاب في الزايده، استكشاف ايه بالظبط؟ ما اعرفش. هو قال لي ابنك المنطقه دي فيها التهابات فهنعمل عمليه استكشاف. وحد عنده التهابات يفتح استكشاف دي اللي هو ايه، فتح له صدره يعني؟ فتح له من هنا كده لحد تحت حوالي بتاع 20 25 سنتي كده. ده ماله ومال الزايده؟ ما اعرفش، ولا اشيل له الزايده وبتاع بالمرة. المهم قلت له طب ما تسيب لي حاجة. فرد الدكتور المحترم، الدكتور محسن الأحمدي اللي هو كان قاعد بيشرب النسكافيه اللي هو عامل العملية لابني وكان السبب في وفاته، قال لي دومن ال 3000 جنيه دومن 8 عجلين، يا تدفعهم يا تاخد ابنك ويمشي. قلت له لا، العجلين مش ب 3000 جنيه، ده أغلى من كده بكتير، بس احنا أنا جايب ابني وعشمان إنكم تتكرموا وتسيبوا لي حاجة. فمدير المستشفى قال لي خده وامشي لو مش عاجبك الفلوس. قلت له لا خلاص ماشي، هنعمل له العمليه. قال لي انت معاك قد ايه؟ قلت له معايا 1500 جنيه ومعايا الوصل بتاعهم. قال لي تدفعهم بكره، تدفع تيجي تورد المستشفى 1500 جنيه ايه التانيين. قلت له حاضر يا فندم ماشي. دخلوا عملوا العمليه لابني، قعدوا، خرجنا بعد الفجر كده من العمليه، لقيت الولد في كيس في جنبه اسمه الدرنقه. ايوه الدرنقه. دون نصه دم. عمال ما قعدنا فوق يعني بتاع حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة، بصيت لقيت الكيس اتملى وابتدى إيه، تقريبا كان في خرم من تحت كده بيخر على الأرض دم. فجريت على التمريض اللي هم على الكونتر، قلت لهم الدم بينزل كتير ودم أحمر، مش دم يعني تلوث بتاع عملية أو فاز، ده دم أحمر. نزيف. الممرضة اللي على الكونتر جت بصت عليه وهي ما رضيتش تقول لي ان ده نزيف، قالت لي ده هو ده العادي، كويس ان هو بينزل من على قلبه. وابتدت بقى انها تتصل من على قلبه؟ يتصل بالدكاتره بقى وبتاع، ما حدش كان بيستجيب لها واحنا ما نعرفش. طبعا الولد كان في حاله صعبه جدا. بقى يقول لي انا تعبان تعبان. قعدنا على قعد يقول انه هيموت. انا بكون هموت الاول. وهو خارج من العمليه فالدكتور محسن الاحمدي قال لي انا عملت العمليه لابنك، بس ابنك عايز دكتور باطنه هعرضه عليه النهارده، يعني اخر بالنهار كده. امال هو عمل العمليه ليه؟ عرضه على دكتور ما اعرفش بقى. قال لي عرضه على دكتور بطنه. قلت له ماشي الله يبارك لك، وقعدت ادعيله. فجينا اخر النهار، الواد قعد ينزف من الصبح لحد الساعه 4 كده، لا حول ولا قوه الا بالله. فوالدته جت في الزياره، فانا كنت تعبت بقى لي يومين ما بنامش، كنت تعبت، نمت شويه لقيتها بتصرخ. قلت لها ايه؟ قالت لي السرير غرقان دم خالص، الدرنقه الدم اتجمد في بطنه من جوه، سد الدرنقه بقى يطلع من جنب الدرنقه، فتح غرزه من العمليه بقى يطلع منها يغرق السرير والكيس مليان دم. ما صرخنا وجرينا على التمريض. فابتدت الست مديره الدور دكتوره تقريبا اسمها الدكتوره هدى، اتصل بدكتور اسمه دكتور حمدي عبد الغفار، اترجته عشان يجي يوقف النزيف. فجه الدكتور حمدي بص كده قال الواد لازم ينزل اوضه العمليات دلوقتي، بس خرجوا لي اهله من الاوضه عشان طبعا ما عمليات تاني. دخل عمل بعد كام ساعه من العمليه الاولانيه بعد تقريبا 12 ساعه من، يعني هو خارج الساعه استكشاف برضو. خارج الساعه 4 او الساعه 5، خرجنا الفجر، كنت انا خارج بيه فوق والفجر كان بيدن، دخلنا قبل المغرب تاني يعمل عمليه. قال لي تعالى امضي على اقرار، ما نزلنا تحت في العمليات. قال لي ابنك عنده نزيف داخلي وما نعرفش سببه ايه، فعاوز اعمل افتح تاني وندور نشوف ايه النزيف ده. فطبعا كان الواد اصلا تلج وخلاص بصفى دمه كله، فما اقدرش اقول له غير اني ماشي موافق. قال لي مديني على الاقرار، مضيت تاني على اقرار ان لو ابني مات برضه على مسؤوليتي. على مسؤوليتك ازاي؟ يعني في 12 ساعه مضيت على اقرارين، واحد قبل العمليه الاولانيه وواحد قبل العمليه الثانيه. جه طلع من العمليه بعد العشاء
بصيت لقيت ابني طالع في خراطيم في مناخيره واصله للمعده، وهو وقف له نزيف فعلا وقسطره ومش عارف، ولاد بقى خلاص كان حالته بقت اتدهورت، نظره دون ضعف شويه، ابتدى يضعف بقى كل يوم شويه، يعني ساعات كنت اجي اكل قدامه يقول لي انت بتاكل ايه، اقول له باكل كذا، يقول لي انا مش شايف يا بابا، قلت له ماشي. ابتدوا يدوا له دم بقى بعد ما خرج من نزيفي عشان يعوضوا له الدم اللي هو فقده ده كله، الدم يجي على قوله الدم حضرتك تبص تلاقي دراعته دي تورم الدم، ساعة ما على قوله الدم الدم دراعته تورم ورجليه تورم ودماغه دي. توفى بعد قد ايه؟ بعد حوالي 20 يوم. في توفى في المستشفى ولا توفى؟ في المستشفى اه. وقالوا لك ايه بعد ما توفى؟ هو جه قعد بعد الدم، قعدوا يدوا له دم حوالي 8 ايام، وبعدين رحت عملت محاضر في الدكتور محسن والمساعد بتاعه الدكتور احمد بهجت، لانه ما كانش بيجي خالص. وكيل النيابه قال لي طب انت دلوقتي عايز منزل؟ قلت له ما انا عايز يرجعوا لي ابني، ابني خلاص ما بقاش يمشي على رجليه، وهنا منطقه البلع دي ما بقاش يبلع حاجه خالص، ما صرحوا له بالاكل ما بقاش يبلع، عايز اهتمام انهم يلحقوا الولد قبل ما يجرى قبل ما يموت. برضه ما شفتش الدكتور محسن خالص، لقيته وهم بيغيروا له بقت كل يوم الجرح يفتح غرزه اتنين كده، اسال الدكتور يقول لي هو ده؟ لا ده هو ده عادي مفيش اي حاجه، من فوق الصوره دي اتفتحت، خدت بالك؟ لما تنيت بقيت اشوف بطنه من جوه. بس انت بتتكلم فيه ده كله ملوش دعوه بالتهاب الزايده خالص. ما انت متاكد ان هو كان عنده التهاب في الزايده؟ ايوه انا معايا ورق ان هم وهم سرقوا الورق وطلعت غيره برضه تاني، لما جم يوقفوا النزيف لموا الورق كله، جيت اطلبه مرضوش يدهوني. وفي برضه المذكره اللي هو مرضيش يستجيب. رفعت قضيه؟ رفعت قضية. حصل فيها ايه؟ في لسه مستني التقرير بتاع اللجنة اللي هي بتشخص حالة وفاة الولد. شفت الدكتور ده بعد الوفاة ولا ما شفتوش؟ شفته، قابلته مرة في النيابة. قلت له ايه بقى؟ ما قلتلوش حاجة، قلت له حسبنا الله ونعم الوكيل. هو قال لك ايه؟ قال لي انا ما اذيتش الولد، خدت بقى وبعدين بعت لي تاني نقعد وشوف انت عايز ايه. قلت له يرضيك بقى. انا عايز ما اعرف ابني اصلا مات ازاي، او انت مدان، لو ما كنت مدان هاخد حقي، مش مدان خلاص انا سايب حقي ربنا يجيبه لي. طيب مدام حنان، ايه اللي حصل مع عبد الرحمن؟ عبد الرحمن عنده 7 سنين صح؟ عبد الرحمن عنده 7 سنين اه دكتور. فانا كنت دايما بيسخن وكده اروح اكشف، يقول لي ايه ده هو عايز عمليه اللوز. اللوز؟ اللوز عايز عمليه لوز وكده. انتوا منين اصلا يا مدام حنان؟ من محله مرحوم. طنط. محله مرحوم. ايوه. فانا قلت ايه لو كده اعمل له ايه العمليه في عندنا في المستشفى اللي عندنا يعني وكده. فكشفت عليه، طلبوا تحاليل، عملت له تحاليل. طلبوا تحاليل برضو من بره، يعني عملت له تحاليل الاولانيه دي من في عندهم. قالوا لا احنا مش متاكدين، عملنا بره. عملت لهم تحاليل بره برضو، قالوا لي فشافوا التحاليل وكده قالوا كويسه. قلت له يا دكتور يعني ينفع ان هو يعمل عمليه؟ قال لي ينفع. وكشف عليه بطنه فوق طبعا. عمليه ايه؟ عمليه اللوز. اللوز عمليه اللوز، يشيل اللوز يعني. يشيل اللوز. بس فطلعت للدكتوره فوق بتاعه اطفال، دكتوره كشفت عليه برضو، شافت صدره وشافت قلبه وشافت كل حاجه، قالت لي كويس ما فيهوش اي حاجه يعني. دكتوره قلت لها دكتوره انزل اعمل له يعني اعمل له عمليه لوز كله، قالت له كويس يا ستي ما فيهوش اي حاجه والتحاليل كويسه وكل حاجه كويسه. فكرت بقى ايه ان انا اروح اعمل له اللوز في اللي عندنا في المركز الطبي اللي عندنا. فقمت خدته الصبح الساعه 7 الصبح كده ورحت المستشفى وقعدت وكده. الدكتور حسين الكيلاني كان جوه بيكشف يعني ايه على الاطفال وكده. فانا دخلت له بيه طبعا. ده في طنطا الكلام ده صح؟ في طنطا. انا دخلت له بيه طبعا، قلت له يا دكتور ده عمليه لوز. بيسال المرضى بيقول لها ده ايه؟ قالت له عمليه لوز. فشاف مناخيره، كشف على مناخيره ده قبل ما يطلع عمليات، وكشف على زوره قال لي لا كويس ما فيهوش حاجه يلا طلعيه. فخدت العيله ده من فوق يا استاذه، طلعته فوق عند اوضه العمليات. جت الممرضه قست له الحراره، قالت لي الحراره ايه كويسه. وقستها كمان مره، يعني قستها مره ومره كمان. الحراره كويسه، قالت لي كويسه. خلاص. فهو بقى طبعا لما جه دوره خدته من ايده وقال لي خد الشبشب يا ماما انا داخل عشان اعمل ايه العمليه يعني داخل وكده. فدخلته ما كانش في اي حاجه، واستنى طبعا بره وكده لحد ايه. والمعامله كانت كويسه وما فيش حاجه، وهو داخل مطمن مش قلقان ومش حاجة خايف. مش اي حاجه، وعم حلله وكل حاجه كويسه فيه ولا في اي حاجه خالص. طيب. فانا دخلته طبعا جوه وخدوه مني بقى من ايديا ودخلت. طبعا اللي كانوا في العمليات الدكتور حسين الكيلاني، الدكتور حسين والدكتور مصطفى عبد الخالق، والدكتور عطيه بوتير، ودكتور التخدير طبعا. هم دمت الثلاثه اللي كانوا عاملين لابني العمليه. كل دول اساميهم مكتوبه في محضر رسمي. في محضر رسمي. لان احنا عاملين محضر في الاسم وكده. كملي.
فبعدين ايه خدوا كده، فانا قعدت بره حوالي يعني ياما حوالي ساعتين ونص وزياد. فالممرضه طالعه ده ممرضين كده داخلين طالعين داخلين، فانا بسال على ابني انه متاخر جوه داخلين وطالعين من اوضه العمليات. اوضه العمليات واحنا واقفين بره كده في الطرق بتاعت المستشفى. فبقول لها ابني عامل ايه؟ كويس؟ لا كويس، ما فيهوش اي حاجه. وكده ده هو بس بيفوقوه. بس قبل برضو ما دي تقول لي كده في واحده برضو طلعت بتقول لي وانتوا، وبقول لها ابني كويس؟ قالت لي وانتوا سايقين ايه؟ سايقينه شاي ولا سايقينه بينج ولا سايقينه ايه؟ الولد ده غاب على مناه، يعني غاب على ما نام على ما تبنك ما تبنك. ده غاب، انتوا قالوا ايه؟ شاي ولا مخدرات ولا ايه؟ وعيل سبع سنين حاسس هنزل مخدرات. فالمهم يعني خلاص، وراح جاي لك كلمتين وايه ودخل. في واحده تانية طلعت ابو لها ابنك وقالك كويس يا ستي كذا كذا ومفيش اي حاجه. فيا استاذه راح جامده نطلعينه على الترول. ساعه ما عمل عمليه طلع بقى لقيته قدامي كده على الترول مفيش. العيال اللي طلع كلها اللي قبله طالعين بيعيطوا وكويسين ما فيهوش اي حاجه. انت كنت قاعده قبل قبل ما هو يدخل العمليات كان في اطفال بيخشوا العمليات؟ كان في اطفال كانوا خارجين. كانوا خارجين بيعيطوا وكله بيعيط، اللي داخل يطلع بيعيط من يعني حلوين. انما ده لقيته طالع حطينه على الترول كده، مطلعينه على الترول من عمليات شالوه حطوه على السرير وكده. فلقيت الولد ده وفر ديت صوابعه كلها زرقاء، شفاتيره زرقاء. فانا طبعا يعني بقول له بفوق يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن، لقيته ما نطقش. في دكتور طالع، الدكتور اسمه عطيه ابو طيره، طالع يشوف العيال اللي هي ايه عامله. فانا بقول له يا دكتور، ده الدكتور اللي عمل العمليه؟ ما اعرفش بقى، هم ثلاثه كانوا جوه، الدكتور حسين عبد الخالق، الدكتور حسين. مين اللي عمل العمليه؟ مين دكتور التخدير؟ مين فيهم دكتور التخدير تعرفي؟ حسام محمد. هو ده دكتور التخدير؟ ده دكتور التخدير اللي موقوف عن العمل من 2003 اصلا. كان موقوف عن العمل، مموت حاله في مستشفى المنشاوي عندنا في طنطا وموقوف بسببها. طب وازاي دخل عمل؟ ازاي اشتغل تاني؟ الدكاتره اللي حسين الكيلاني ومصطفى عبد الخالق وعطيه ابو طيره هم اللي بيجيبوا الدكتور ده بالفلوس. هو انت عرفتوا بعد كده المشكله كانت في التخدير؟ التخدير وحته لحمه سد الشريان التاجي ونزيل داخلي. تقرير الطب معايا اهو. طب ثواني، ما هم دول نفس الدكاتره اللي كانوا عاملين العمليه للاطفال اللي كانوا قبل كده موجودين جوه غرفه العمليات؟ أيه. مظبوط ولا لا؟ أيه. والاطفال ده خرجوا كويسين. ايه مثلا اللي ليه حصل؟ الله اعلم، انا لغايه دلوقتي مش عارف هم عملوا في ابني ليه كده. جايين يقولوا لي احنا براء من دم ابنك. انا عايز اعرف دلوقتي هم براء عن دم ابني بناء عن ايه؟ والورق ده معايا داين الناس. طيب انا معايا تليفون مهم، معلش عايزه اخده. دكتور عبد الحميد اباظه، مساعد وزير الصحه السابق. الو. الو، اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا ستي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا مش عارفه حضرتك متابع الحلقه معانا من الاول ولا سمعت يعني حاجه من الكلام اللي اتقال ولا لا؟ بس متابع احنا متابع جزء، بالذات الجزء الاخراني ده. ايوه، احنا معانا حالتين هنا، معانا والد محمد ومعانا والد عبد الرحمن. حد فيهم كان داخل عمليه في الزايده، التهاب في الزايده، وحد تاني كان في اللوز، والاثنين خرجوا من العمليات متوفيين. ده مات وده مات، ده توفى وده توفى. فالواحد مش فاهم يعني ليه ولو حضرتك صحح لي يعني، مؤخرا المشاكل دي بقت تحصل كتير جدا، وخاصه في المستشفيات الحكومي الناس بتخش وبتخرج على نقاله متوفيه. طبعا مش كله، انا مش بعمم، ولكن في حالات كتير جدا يعني كتبت في الجرايد وطلعوا في البرامج، والبرامج بتستضيف من اول اصغر موظف ولحد وزير الصحه ومفيش حاجه بتتعدل. وليه ما سمعناش عن ان في دكتوره حاكم؟ انا اجاوب على حضرتك بمنتهى الوضوح والهدوء طبعا. اولا طبعا البقاء لله للضيوف اللي عند حضرتك. انما اللي عاوز اقوله انه لما بتحصل حادثه زي دي او واقعه زي دي في لها اسباب محدده. السبب الاولاني ممكن جدا، انا طبعا بقول الكلام العام ما بقولش الحالات دي بالذات، انا بقول بصفه عامه. أيوه. ممكن المريض يبقى عنده حساسيه من البنج معينه. أيوه. ويحصل لما بياخد البنج بيحصل على طول توقف عضله القلب او قصص زي كده. أيوه. وطبعا ممكن قوي انه ده يكون خطا طبي، مفيش مناقشه. أيوه. انه يكون في خطا طبي، انه في شريان اتقطع من الطبيب، في كلام زي كده، وده بيعمل نزيف زي ما سمعنا ان في نزيف داخلي و الى ما ذلك. بس بيبقى فيه تقارير طبيه يا دكتور، يعني التقرير الطبي بيقول ان ده بسبب اهمال طبي، مش بسبب ان الطفل كان عنده حساسيه. يعني التقرير الطبي اللي معاك بيقول ايه يا استاذ ايمن؟ معلش لو سمحت، انا بس بوضح لك خاصه الحالات اللي موجوده معايا. يعني بيقول لك حته لحمه سد الشريان التاجي،
فاهم نزيف داخلي ونزيف داخلي ده ملوش دعوه بالحساسيه في البيت. لا اتفضل. انا عاوز فرصه اكمل كلامي. لا اتفضل طبعا حضرتك اتفضل. تمام. لما بنقول انه في اشتباه خطا طبي بتبقى في لجنه فنيه بتروح تدرس القصه دي من الجامعه او من كليه المستشفيات وزاره الصحه المستشفيات التعليميه وبتدي تقرير طبي بتقول ايوه في اشتباه خطا طبي. ايوه. اذا وجدنا هذا الكلام وجدنا هذا التقرير بيحال الموضوع للنيابه العامه. ايوه. على طول. ليه بقى ما فيش دكتور بيتحاكم؟ لانه ده شغل نيابه، احنا ما نقدرش نحاكم كاطباء. أيوه. احنا كوزاره الصحه بنحيل للنائب العام وبنحيل نقابه الاطباء، نقابه الاطباء بتوقف عن العمل زي الاخ اللي قال لحضرتك ان في دكتور موقوف من 2003. أيوه. ازاي يشتغل تاني؟ دي طبعا مساله في غايه الخطوره. ولازم يعني ضروري نعرف اسم هذا الطبيب واسم التفاصيل بقى الواقعه دي. أيوه. ان واحد موقوف ويشتغل. أيوه. لكن احنا بنحيل للنائب العام وبنحيل للنقابه. كون بقى ما فيش محاكمه حصلت ده اجراءات قانونيه احنا ما نقدرش نستخدم فيها. انما طالما في شبهه ثبتت من اللجنه الفنيه زي ما الاستاذ اللي مع حضرتك بيقول معاه مستندات واوراق، ارجو ان يتقدم بهذه المستندات والاوراق الينا في وزاره الصحه ونشوف الموقف بتاعه ده وصل فين. هل فعلا الموضوع ده احيل للنيابه ولا الموضوع ده لم يحال ويتخذ اجراء فيه؟ وهناك اجراءات كثيره بتتخذ ضد اطباء بالوقف عن العمل او تعليق العمل لغايه ما يطلع له النتيجه بتاعته في النيابه، لكن طالما هناك شبهه جنائيه او شبهه اهمال طبي. أيوة. احنا بنحيل لجهات التحقيق فورا. طيب فورا. دكتور عبد الحميد بس سؤال، ليه مؤخرا زادت الحالات دي؟ ليه مؤخرا الدكاتره بقت عندها جراه ان هي تعمل اي حاجه لانها عارفه ان مش هيبقى في عقاب بعد كده؟ يعني ليه ما فيش رقابه؟ ليه يعني انا هقول لحضرتك الحدوته تماما. اولا المشكله بتكمن في حاجتين رئيسيتين. الحاجه الاولانيه هي الضمير. الضمير بتاع الطبيب وايا كان نوع الطبيب ان هو يدي اقصى عنايه ممكنه للمريض بتاعه ويشتغل بما يرضي ضميره. ازمه الضمير دي ما فيش شك انها موجوده في، مش هقول في كله زي ما انت قلتي مش هنعمم، لكن موجوده. بس انا مبسوطه يعني الحمد لله ان حضرتك قلت ده انه في فعلا ازمه في الضمير رهيبه جدا. ما فيش كلام، انا بقولها في كل حاجه على فكره، في كل مقالات وفي كل اماكن بقى تتكلم فيها. أيوة. الحاجه الثانيه ولذا انا بقول ايه بقى، انه لازم يتدرس الضمير الطبي في كليه الطب. والله ضروري. ده حقيقي. ده حقيقي، ودي احنا بننادي بيها من ايام حتى ما كنت في الحكومه. يعني النقطه الثانيه يا فندم هو قله الخبره. التعليم الطبي عندنا فيه مشكلة، ولابد ان احنا نعدل هذا الوضع. ولابد ان احنا ندرب الاطباء تدريب جيد، لان الطبيب بيطلع من كلية الطب الى حد ما هواش بكفاءة عالية. أيوة. فلازم يبقى فيه برامج تدريب ترفع من مستوى الطبيب. أيوة. اوعي تتصوري حضرتك او اي حد ان في طبيب قاصد يضر عيانه، ده لا يمكن. ده مستحيل، والا يبقى قتل. انما بتنبع من نقطتين دول. أيوة. النقطه الثالثه الاخيره عشان ما اطولش على حضرتك. اتفضل. هو فعلا المتابعه والرقابه، واحنا النهارده اتعمل في وزاره الصحه اداره اسمها اداره التقييم والمتابعه، بترأسها طبيبه فاضله واستاذه فاضله بترأس هذه اللجنه، وبدات تشتغل بقى لها عده شهور، وده مهم جدا، تقييم المستشفيات والاطباء طبعا. وما يسمى بالتنمية المهنية المستدامة يا فندم، انه لازم طبعا. الطبيب ده يمتحن كل شوية ويتفتش عليه طبعا. هو كفاءته اخبارها ايه؟ وده ما بيحصلش. وده ما بيحصلش يا دكتور عبد الحميد. وده ما بيحصلش. انا بشكرك جدا دكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة السابق. يعني الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة السابق قال، يعني هو شخصيا قال ان في قلة ضمير وفي قلة رقابة وفي قلة خبرة عند الدكاترة، يعني ما فيش اكتر من كده. هو لو في رقابه وفي عقاب هيبقى يعني هيخافوا، لو حد قليل الخبره ما يعملش، يقف مساعد، يقف يتفرج لحد ما يبقى عنده خبره من الاساتذه الكبار. في اساتذه عندنا هنا يعني الواحد بيشوف شغلهم ما فيش اخطاء خالص طبيه، والواحد بيخش عندهم وبيطلع صاحي حلو زي ما هو، ما فيش حاجه بتحصل له.
لكن ان يخش يعمل عمليه لوز واحد تاني عنده التهاب في الزايده يخرجوا على نقاله ميتين متوفيين، ده كلام مش منطقي. ده معنى كده ان الدكتور ما عندوش اي خبره، معنى كده الدكتور مش فاهم حاجه خالص. اللي يدخل طفل عنده 7 سنين يعمل عمليه لوز ويخرجه ميت، ده ايه الخبره اللي عنده؟ واما دكتور يكون موقوف عن العمل لان هو موت حاله قبل كده، دكتور تخدير، ويخش يشتغل تاني، ده انت مش خايف من حاجه بقى، انت مفيش حاجه مخوفاك يعني، انت واثق في نفسك قوي. معنى كده انه عشان عدم وجود الرقابه، فلازم يكون على المنظومه كلها الطبيه لازم يكون في رقابه عاليه جدا عليها، ولازم يكون في ثواب وعقاب. اما حد يغلط غلطه رهيبه زي كده لازم يتعاقب فورا، ما نقعدش نشحت في المحاكم عشان خاطر ناخد حقنا وفي الاخر ما بناخدوش، عشان كده بتزيد مره واثنين وثلاثه وعشرة، لان هو خلاص مش بيحصل له حاجه فهيخاف ليه؟ لكن لو اتعاقب فورا اكيد غيره هيخاف يعمل حاجه زي كده تاني. طبعا البقاء لله، ربنا يكون في عونكم، حاولوا تاخدوا حقكم وما تسكتوش، مش عشان ولادكم بس، عشان خاطر الولاد التانيين كمان، يعني اللي ممكن يتحطوا في نفس الموقف اللي ولادكم اتحطوا فيه. لو انتوا خدتوا عملتوا وقفه وخدتوا حقكم ممكن غيرهم يخاف يعمل حاجه زي كده. بس فانا مش عارفه اقول لكم ايه الصراحه. يعني استاذ محمود حابه اسمع منك كلمه اخيره او طلب اخير، نداء اخير عايز تقوله قبل ما انهي الفقره. والله هو النداء الاخير للسيد رئيس الجمهوريه وحمانا من الخطر الخارجي، بس هيعمل معانا ايه في الخطر الداخلي؟ مش معقول هيراقب كل واحد في عمله. لازم كل حد يبقى عنده ضمير. احنا دخلنا المستشفى، مستشفى حكومي، ما لقيناش فيها حد يعرف حاجه عن الطب خالص، بس كده ما هوش قادر. البقاء لله. لله، ربنا يصبرك ويصبر والدته، احنا شفناها بره كانت حالتها صعبه جدا، فربنا يصبركم وان شاء الله يعني هو في مكان احسن دلوقتي، ويمكن هو يبقى سبب في دخولكم الجنه، مين عارف. امين يا رب ان شاء الله. امين يا رب. طيب حابب تقول حاجه اخيره؟ انا بناشد الرئيس الجمهوريه برضو ان يجيب لنا حقنا، ان هو جاب لنا حقنا من بره مصر، جوه مصر في ناس بتموت اهل مصر، هو يجيب لنا حقنا، احنا مش عارفين ناخده، هو رئيس الجمهوريه هو اللي يجيب لنا حقنا، اكتر من كده مش هنتكلم في حاجه. استاذ ايمن بشكرك جدا، والبقاء لله. مدام حنين حبيبتي حابه تقولي حاجه تانية؟ ربنا والله انا حاسه بيكي قوي حبيبتي، ومن عيني والله ان انا اخد حق ابني ده، نفسي زي ما موتوه كده نفسي اخد حقه، نفسي ومن عيني اخد حقه، ضل يتعدم والدكاتره دول، عشان ابني كان داخل لسليم ما فيهوش اي حاجه، وهم يعني قتلوه لما دخلوا كده على رجليه وماشي كده في ايديا في الشارع وماشي في المستشفى، بص لقوهم كده قتلوه مره واحده، حرام حرام عليهم، حرام عليهم. حبيبي تقلبي مين عارف شو ممكن دلوقتي يكون في مكان احسن ويكون سبب في ان انت تدخلي الجنه، معلش ده كان فرحه البيت قضاء. وكان بيهزر وبيضحك كل حاجه وكان حياته كلها كان حياته كلها ابنكم انما تسيبوه في المستشفى وتمشي وتجيبوا لي اسعاف تنقلوه عشان تبعدوا الخطر. هو مش خايف من حاجه، هو هيخاف من ايه؟ هو في رقابه؟ في عقاب؟ اروح يعني الدكتور بيتكلم معايا بيقول لي دلوقتي ايه انت معاك ورق روح لنا مش عارف الوزاره، انا رحت وزاره الصحه عندنا في طنطا محدش قبل مني كلام. انتوا طلعتوا دلوقتي واتكلمتوا، ناس كتير جدا اتفرجت عليكم، ده ممكن يكون خرج شويه من الطاقه السلبيه اللي عندكم، وان شاء الله ربنا هيعوض عليكم، وده ابتلاء من عند ربنا، مين عارف مش ممكن اللي جاي ان شاء الله يكون احسن. لو انا ملوكل فيه معلش حبيبتي حضرتك ربنا يصبرك، ربنا يصبرك يا مدام حنان. ابني كان ميت وخلوني جبت جرعه علاج ب 11400 وما خدهاش، وحقن كتير كانوا بيخلوني اجيبها من بره وتحليلات بره وادفع فلوس وكل ده في الاخر. هو الدكتور عبد الحميد اباظه قال بقى في قله ضمير، وهم محتاجين يتعلموا الضمير في الجامعه قبل ما يطلعوا ايوه فعلا قبل ما يطلعوا يتدربوا علينا. انا بشكركم جدا، نورتوني النهارده، ربنا يكون في عونكم وربنا يصبركم وقلبنا معاكم، وربنا يعني يعوض عليكم يا رب ان شاء الله ويصبركم. هنروح لفقره تانية دلوقتي، يعني مش عارفه اختم الفقره دي واقول ايه، ولكن هقول خلي بالكم من اولادكم، ما تروحوش قبل ما يخش ابنك او بنتك تعمل عمليه او يعمل عمليه، شوف مين دكتور التخدير واسال عليه وتاكد ان هو دكتور شاطر وعمل قبل كده عمليه واثنين وثلاثه وعشره والعيانين بيخرجوا الحمد لله كويسين. ما تدخلش ابنك تقعده تحت ايد دكتور وانت مش عارف مين هو الدكتور ده ومش عارف خبرته ايه ومش عارف هو استاذ ولا لا، اتاكد كويس قوي قبل ما تدخلي او تدخل ابنك او بنتك جوه عمليه غرفه العمليات وما انتش عارف مين اللي واقف بيفتح فيه وبيحاول يعالجه، يعني ده لو عالجه. هشوفكم في الفقره الجايه، استنونا هنرجع لكم مره ثانيه ولكن بعد الفاصل.
مشاهدينا ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم في بنات البلد. وانا دلوقتي معايا يعني حاله تفرح وحاله تحزن في نفس الوقت. انتوا عارفين ان احنا هنا عندنا في بنات البلد دايما بنعتمد على الحالات اللي منكم عشان نبقى حاسين بيكم اكتر، واي حد عنده اي معلومه او عايز يطلع صوته ما بنقصرش، وبنبقى حابين دايما ان هو يكون موجود معانا هنا في الاستوديو. انا دلوقتي معايا رحاب بنوته، هي اول بنت مصريه بتلقب باول قافزه حره في تاريخ مصر، مظبوط؟ يعني عملتي حاجه صعبه جدا مش اي حد يعرف يعملها، وجريئه جدا. انا شايفاكي جريئه جدا يعني ان انت تعملي حاجه زي كده، ان انت واول بنت ضابط في سلاح المظلات. تمام، مظبوط؟ مظبوط. كنتي نقيب. تمام. طيب يعني عملتي كده في وقت كانش ينفع يتعمل فيه كده، فانت بنت جريئه جدا. احكي لي دخلتي الموضوع ده ازاي؟ ايه اللي حصل؟ والله مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا رحاب عبد الحليم، اول بنت في مصر مظلات في القوات المسلحه. الحقيقه وكانت هنشوف مع بعض، ما هنشوف مع حضراتكم دلوقتي صورها وهي بتقفز من كنت بتقفزين من الطياره، من 14000 قدم تقريبا المظله. الكلام ده من فتره جامده قوي، من حوالي 8 سنين او 9 سنين كانت بدايه الموضوع ده. فكره في مصر كانت اول مره. الشاشه اهو ده تمام. كانت اول مره بنت في مصر تمارس موضوع المظلات، وكانت فكره مقترحه والوزير صد عليها من الوزاره. وكان الهدف منها ان هو يبقى فريق اسعاف طبي في الخدمات الطبيه للقوات المسلحه، وكانت فكره متطوره للقوات المسلحه. ان اول مره يبقى اسعاف طبي سواء في الحروب في المناطق الوعره مثلا زي الجبل الحلال او مناطق ما ينفعش فيها غير الانقاذ غير عن طريق القفز. الحمد لله اتميزت جدا في المجال ده، وكان في اكتر من مجال في القوات المسلحه، وكان المشير طنطاوي نفسه بيدعمك جدا، مظبوط؟ تمام. والحمد لله اتميزت جدا في المجال ده، وابتدينا نعمل فريق الاناث. تمام. ابتديت اعمل فريق الاناث القوات المسلحه لموضوع المظلات، وكنت طبعا التدريب قاسي جدا، والحمد لله كنت انا رياضيه من قبل ما ادخل كمان القوات المسلحه. ما لازم تبقي رياضيه، مش شايفه ده انت؟ Yeah. ده من 14000 قدم تقريبا، حوالي 4 كيلو او 3.5 كده. وبفتح الباراشوت على مسافه معينه من القفز. لما بتشوفي الصور دي بتضايقي ولا لا؟ والله انا عندي امل كبير قوي ان شاء الله اني هرجع تاني للشغل انا بحبه. عشان انا صراحه دخلت داخله ان انا فرحانه بيكي، لان انا فعلا فرحانه بيكي، لانه مش اي واحده تعرف تعمل كده دلوقتي. بس يعني انا لما انا دلوقتي وانا بتفرج عليكي انا متضايقه. ما انا هقول لك حاجه، هو الرياضي عموما كده تاني ولا انا هقول لك حاجه، الرياضي عموما لما بيتعرض لمشكله طبيه او ايا كانت مشكله، هو طبعا بيبقى راضي تماما، احنا راضيين تماما بقضاء ربنا باي مشكله سواء طبيه او مشكله كان خطا طبي او ايا كان. الرياضي عموما لما بيتعرض لمشكله، المشكله دي بتديله قوه، وبيقدر يعني الرياضي بالذات بيتعامل بيها بشكل مختلف. يعني خصوصا انا كمان مش رياضيه، انا مظليه بالقوات المسلحه، والحمد لله اتعاملت بموضوع الطب ده برده بشكل مختلف، وربنا قدرني ان انا يعني اتحمل شويه موضوع الطبي. ايه الخطا الطبي اللي حصل معاكي؟ انا كنت في تدريبات المظلات، وكانت التدريبات دي مكثفه في وكان معتاد يوميا على التدريبات دي. في يوم من التدريبات لياقه الصبح وكده، جالي هبوط مفاجئ في الدوره الدمويه. وبعد كده الدكتور اثناء فتره الهبوط المفاجئ ده، اثناء فتره اغمائي، اداني مهدئ اثناء فتره الاغماء. المهدئ ده اسمه هاليدول، مهدئ اسمه هاليدول، ادوني وانا في حاله الاغماء دي او في حاله الكوما دي. طبعا جالي يعني انت عندك اغماء فداكي مهدئ، فداني اداني مهدئ. الموضوع ده طبعا دخلني في غيبوبه فورا، وكمان عمل لي ارتفاع شديد جدا في درجه الحراره، وصلت ل 41. عمل لي احتباس مزمن في البول، وما زلت ماشيه بقسطره بقالي 3 سنين او اكتر. يا حبيبتي كمان لحد دلوقتي كان عندي شلل تام بالناحيه الشمال، كنت قاعده على كرسي متحرك لفتره، وفوجئت كمان ان كان في فيروس سي خلال فتره علاجي بالمستشفى. والحمد لله يعني انا يعني الفتره دي يعني وجهت الموضوع بتاعي ومشيت فيه من غير تعمد. يعني انا مش قصده ان انا قصدي علاجي من الموضوع، فوجهت الموضوع انا ووالدي لسياده الوزير. و انا عارفه ان انت قابلتي السيسي كمان، قابلتي سياده الرئيس السيسي. قابلته وزير الدفاع، والحقيقه هو وعدني ان هو هيقف جنبي، وان هو طبعا مش طبيب، انا مقدره ده تماما ان هو مش طبيب، بس ان هو كان هيشكل لجنه. اللجنه دي المفروض ان هي كانت الاول انا تتم قرار بسفري للخارج لمده 4 ايام
لفرنسا، وكان توجيه السفريه خطا جدا، وانا رحت بعدها لسياده المشير السيسي لان كان توجيه السفريه هو خطأ. كان اياميها بقى كان هو بعدها كان رئيس الجمهوريه ولا كان لا كان لسه كان في وزاره الدفاع. فاتوجهت السفريه خطا 4 أيام لمستشفى نفسي، وانا بعاني مستشفى نفسي امراض نفسيه العضويه دي كلها. طب ليه تحولتي ازاي لمستشفى امراض نفسيه؟ هو ما هقول لك حاجه، هو كان في اخفاء شويه للموضوع الخطا الطبي، او كان في يعني سواء بقى مقصود او غير مقصود، انا يعني عدم توجيهي في الاتجاه الصح وانا مسافره، ده طبعا ظهر من حالتي تماما. رحت 4 أيام بس مستشفى نفسي، ورجعت بتقرير من المستشفى النفسي بياكد ان الحقنه اللي انا اخذتها في مصر كانت هي السبب، بياكد كمان ان انا مشكلتي مشكله عضويه من مشاكل في الكلى لازم تتابع خلال الفترة الجاية، مشاكل الكبد بيأكد ان في فيروس سي حديث يعني اخدته انا في خلال فترة علاجي بالمستشفى. اللي عايز اقول لحضرتك ان التقرير ده ما جابش نتيجة، وبرضه الناس اللي هي مسؤولة عني طبيا اتحجزت في مستشفى نفسي 4 شهور هنا في مصر اي طلب. لما رجعت من فرنسا قعدت فترة هنا في مستشفى الكلى، انا قعدت 3 سنين في مستشفى الكلى. ثلاث سنين محجوزه في مستشفى الكلى. بعد كده حصل اجراء كده مش مظبوط اني دخلوني مستشفى النفسيه عشان يوجهوا الموضوع في اتجاه من عضوي لنفسي. قعدت 4 شهور في مستشفى النفسي بالمعادي، وقعدت ما بتلقاش اي نوع من علاج النفسي 4 شهور، وباخد مخفضات للحراره. انا لحد النهارده ماشيه بخافض حراره في البيت. كان ممنوع تطلع يعني من المستشفى النفسي دي؟ هو انا لا هقول حاجه، انا المفروض اصلا حالتي تستدعي وجودي في مستشفى، لاني حراره 39 او حراره 40 انا يلزم وجودي بمستشفى. انا شايفه ان انت كمان مركبه كانيولا دلوقتي. انا دلوقتي بعلق المحلول ده في البيت، هو مسكن للقسطره ومسكن للحراره يا حبيبتي. فانا وكمان كنت موضوع الكرسي العجل، انا كنت قاعده فتره الحراره كانت مؤثره على رجلي، مش حاجه في اتجاه الاعصاب، هي كانت حاجه من اتجاه الحراره، وده اتقال من بعض الاطباء في داخل وخارج مصر يعني. ايوه انا مشكلتي ان التوجيه الموضوع غلط، يعني ان من جانب عضو الجانب نفسي ده عقد موضوعي جدا ومفيش وصول لحالتي. ازاي يعني ازاي قالوا ان انت عندك مشكله نفسيه؟ على اساس ايه قالوا كده؟ انا هل مثلا عملتي تصرف غير لائق؟ هل لا. هاجمتي حد؟ لا هل مثلا كنتي مجنونه؟ لا هقول حاجه، انا 3 سنين انا زي ما قلت لحضرتك ان الحمد لله راضيه تماما بقضاء ربنا رقم واحد في موضوعي، زائد ان انا رياضيه وزي ما قلت حضرتك مظلات، يعني عندي قدره جامده جدا، بنتعلم الصبر، فحتى في مرض زياده انا قدرت اقاوم ده الحمد لله. انا تعرضت على طبيبه في مستشفى الفرنسي، هي قالت لي كلمه بس بالانجلش، قالت لي انت فيري فيري سترونج في حالتك. يعني انا شخصيا يعني انا ما اعرفكيش واول مره اشوفك، انا شايفه في عينيكي ايمان قوي جدا، وشايفه ان انت متفائله ولسه عندك امل ان الدنيا تتحسن، مع ان انت قعدتي 4 سنين في مستشفى نفسي وثلاث سنين في مستشفى كده، يعني ما حدش يقدر يستحمل ده كتير قوي، وخاصه ان انت كنتي رياضيه وكنتي يعني واحده من الاوائل في اللي انت بتعمليه، وعملتي حاجه ما فيش حد عملها. طبعا ربنا يكون في عونك، بس انا برضو عايزه اعرف ازاي تحدد ان انت نفسي؟ ما انا مش انا هقول لك حاجه، هو لسه دلوقتي الدكتور عبد الحميد انا بصراحه سمعته وبشكره جدا وبحييه على الكلمه اللي قالها. احنا محتاجين على صراحته، احنا فعلا محتاجين حاجه دراسه في موضوع الضمير ده في الطب في مصر عموما. انا والله مش بتكلم على مكان معين ولا بتكلم على اتجاه كده، مش في الطب بس، احنا محتاجين في مجالات تانية كتير المهمه يعني احنا بنتحب والطب في جميع المؤسسات. محتاجين فعلا ندرس الضمير في الحاجه اللي احنا بنعملها، لان في قله ضمير بقت غالبه على المجتمع بشكل غير طبيعي. صح، كمان بتكلم يعني انا لو في اي وسيله بقى سواء قانونيه او غير قانونيه ان الطبيب حتى يبقى عنده الامانه او الضميريه ان يتكلم بعد كده لاديكي الحقنه دي. شفته ايه، انا مقدمه دلوقتي طعن قانوني ومقدمه ماشيه في اتجاه الموضوع القانوني، لان انا كمان هقول لحضرتك حاجه، انا فوقت كمان ان انا بتحول احاله التقاعد بناء على القرار النفسي ده، يعني هتاذي كمان في شغلك في شغلي، وهتاذي كمان في اتجاه الملكي. انا اولا ما بتعالجش دلوقتي، علاجي متوقف بسبب ان المشكله متجهه في اتجاه تاني خالص غير الاتجاه المظبوط. فيروس سي انا هو دلوقتي بقالي 2 أو 3 سنين خدت فيروس سي من داخل المستشفى، مش مسموح لي ان اتعالج لان المشكله ما اعترفش بيها، رغم ان معايا ما يثبت ان المشكله بقت عندي من فرنسا، وكمان معايا هنا. حاولتيش تقابلي اي مسؤول ليه؟ انا هقول لستك، انا طالبه طعن، انا عامله طعن قانوني بمعامله، انا طبعا بناشد من خلال برنامجكم ان انا اقابل سياده الوزير سياده الفريق صدقي صبحي، اني انا محتاجه مقابلته اولا، مش عشان تاريخي ومش عشان تميزي بالقوات المسلحه، انا من اسره اولا بتعشق الخدمه بالقوات المسلحه، اسرتي كلها فيها شهداء من حرب اكتوبر، شهداء في شهداء كمان من حرب الارهاب خلال العوام اللي فاتت دي،
فانا بنجده اني بس يتشاف الطعن بتاعي، وان انا كنت واخده وعد من سياده الرئيس سياده المشير عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع ان ما حدش هيمس مستقبلي، وان كمان هنمشي في خطه علاج مع موضوع العمل بتاعي في خطه علاج متوازيه. وفعلا انا يعني انا كنت قبل ما يحصل موضوع التقاعد انا كنت خلاص هبتدي انزل شغل وهيبتدي تشاف موضوع علاجي بطريقه مظبوطه. امال ايه اللي حصل؟ انا فوجئت ان الموضوع ماشي في اتجاه تاني خالص، ان هو بتتوجه المشكله في اتجاه النفسي. وطبعا عايزه اقول حاجه، انا شايفاكي بتكلم مع واحده عاقله جدا، يعني على اساس ايه حد ممكن يكونوا شايفين حاجه ثانيه؟ بس انا عرضوكي على حد هو قرر ان انت عندك مشكله نفسيه؟ لا لا، انا ما تعرضتش لجنه حتى تم القرار اللي هو حالتي على التقاعد ده بناء على لجنه انا ما حضرتهاش، ودي اول مره هتحصل في تاريخ القوات المسلحه، لان المفروض يعني اتقال ان انت قعدتي في لجنه وهم اللجنه دي قررت ان انت عندك مشاكل نفسيه وانا ما حضرتش اللجنه دي اصلا، وبناء عليها الوزير طبعا مضى على اللجنه، بس الوزير بيمضي على القرار، يعني بيمضي على القرار. انا ما حضرتش اللجنه اللي تم عليها القرار ده، فانا طبعا مقدمه طعن في الاتجاه ده، ان لازم كاي ضابط بيتعرض على كوميسيون تاني. طب انت لو رجعتي شغلك مره ثانيه ايه بقى العمل اللي هتقومي بيه بعد حاجة. انا ممكن تكون مشكلتي دي مشكله بسيطه، وممكن تكون مشكله كبيره، انا ما زلت طبيا مش عارفه مشكلتي متوجهه ازاي. انا نفسي بس اعترافنا يعني انت بتتعالجي من ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي في مشكله في الكلى، في مشكله في الكبد، حرارتي ما زالت عاليه ما بتنزلش خالص، باخد مسكنات بس للحراره، حرارتي 39. جميع اطباء يعتبر مصر دلوقتي عرفت بموضوع الحراره بتاعي. عندي مركبه قسطره بقالي 4 سنين ماشيه بيها. كان في نقطه خلاف مع الاطباء بنوع القسطره، بس هي الفكره ان هل يعني هل من المنطق ان بنت عندها 29 سنه يتقال لها هتعيشي بالقسطره او بالحراره؟ ما فيش حاجه اسمها تعيش بيها، صح ولا لا؟ لازم يكون في حل طبعا. فانا كان مطلبي ان انا اشوف حل. انا اتواجهت بالحل ده ان انا اكون مريضه بقى نفسيا، وان الموضوع ينتهي. ما حاولتيش تروحي انت شخصيا بقى لدكتور مثلا يكون شاطر؟ انا حاولت اقول حاجه، يقولك حالتك فيها ايه بالظبط؟ اي مستشفى عايزه تبحث موضوع الحراره ده من الاول. انا طبعا عشان كنت قوات مسلحه فالموضوع ده كان بعيد شويه، فانا دلوقتي ببتدي يعني، بس هو ما فيش الموضوع محتاج بحث بشكل كويس ضميريا موضوعي، لانه دخل في اتجاهات كتيره جدا. هي مساله الضمير فيه هي دلوقتي اللي بتحتم فيه، ان توجيهه من اتجاه عضوي لاتجاه نفسي ده اللي في قمه الضرر، يعني هو بيتعقد مش بيتحل. كمان مناعتي دلوقتي انا ماشيه من غير يعتبر مناعه، كرات الدم عندي البيضاء واحد، اي دكتور دلوقتي هيسمعني وانا بتكلم الكلام ده ومعايا ما يثبت من المستشفيات، يعني ماشيه من غير مناعه تمام. انا طبعا عندي ثقه تامه جدا، يعني واثقه تماما قوي في القوات المسلحه، واثقه في المؤسسه في موضوع علاجي، وكمان العلاج الجديد بتاع فيروس انا استحقه، مش عشان ان هو خطا جالي من خلال المستشفى، انا استحقه لاني انا يعني خدمت. الحمد لله اديت ومازلت عندي القدره ان انا ادي في القوات المسلحه، ونزلت متفائله وواثقه اني هقدر اعمل كده. انا معجبه جدا بالتفاؤل اللي انت فيه وبالايمان اللي عندك. يا ريت ناس كتير عندهم مشاكل يبقى عندهم نفس الايمان اللي عندك. ده انا قلت لك هتحل مشاكل شويه مع الرياضي والحمد أكيد. لله يعني الحمد اكيد لله. اكيد اكيد رحاب انا بشكرك جدا، انت بنت شجاعه جدا، اول قافزه مظلات في مصر، وكنت نقيب في القوات المسلحه، فدي اكيد حاجه مشرفه جدا. انت نورتيني النهارده، واحنا هنفضل متابعين معاكي لحد انا نفسي تكلمينا تقولي لنا انا مشكلتي اتحلت ان شاء الله وخلاص خفيت، لان انا نفسي ان انا بحييكي بجد، لان ده فعلا موضوع لازم يتفتح بشكل كويس. يا ريت يتحل، ما احنا زهقنا من كتر ما عمالين نفتح في مواضيع ومفيش حل بيتحل في الاخر. لا لا ان شاء الله يتحل. انا يعني انا هبقى متفائله زيك. انا عندي هبقى متفائله زيك ان شاء الله. رحاب انا مبسوطه قوي ان انا شفتك النهارده، ربنا يوفقك يا حبيبه قلبي، وان شاء الله تبقي احسن وصحتك تتحسن، وتكلمينا تقولي لنا خلاص انا بقيت كويسه وصديقك مره تانية. انا حاسه كمان انت خسيتي قوي، انا شفتك في الفيديوهات كنت اتخن كتير، شكلك مختلف. بشكرك جدا يا حبيبه قلبي، نورتيني النهارده. يعني مشاهدينا بشكركم لمتابعتكم للحلقه، ويا ريت لو كل حد بقى عنده ضمير اكتر وركز في شغله وادى ضمير اكتر لشغله، صدقوني مشاكلنا هتتحل. ما احناش محتاجين حد رهيب يمسك، عشان احنا لو كل واحد راعى ربنا في اللي هو بيعمله هنلاقي كل مشاكلنا اتحلت. نراعي ربنا بس في بعض ونخلي بالنا من بعض اكتر من كده. بشكركم جدا، اشوفكم بكره ان شاء الله. سلام.